أحد علماء المفاصل في النمسا، مشهور يعني، يعتبر من كبار علماء المفاصل في غرب أوروبا، اسمه البروفيسور برول. قابلته في مناسبة طبية وقلت له: يا بروفيسور، يعني أنا أشهد أنك أستاذ هذا العلم، والدليل على ذلك انظر إلى حيطان مكتبك قد امتلأت بشهادات التفوق وراءة الاختراع، أنت أستاذ لا إشكال فيه، لكن عندي سؤال. قال: تفضل. قلت له: هل عددتم مفاصل جسم الإنسان؟ قال: نعم، عددناها وعرفناها وحددنا عدد المفاصل في الجمجمة والرقبة والطرفين العلويين، قفص الصدر، عمود الفقري والحوض، والطرفين السفليين. قلت له: كم وجدتموها؟ قال: 360 مفصلة. سبحان الله. قلت له: برو، لعلكم زدتم واحد أو نقصتم واحد. قال: أقول لك، صورنا وشرحنا كل جزيء في جسم الإنسان، جزيء، كل مليمتر، وعرفناها كلها وعددناها وعرفناها. قلت: متى عرفتم ذلك؟ قال: كم بدأت الدراسات قبل حوالي 70-80 سنة، وبدأت يعني قبل 50 سنة أصبحت عندنا شبه يقين، أما الآن فيقين مطلق. قلت: وقبل ذلك؟ قال: من أين لنا أن نعلم؟ ما في عندنا وسيلة، لا عندنا تشريح دقيق ولا عندنا يعني تصوير دقيق. فقلت له، قال: ما في. قلت له: خذ ما قال محمد قبل 1400 سنة، اللهم صل، إن الله خلق كل إنسان من بني آدم على 360 مفصلة. اللي كان يترجم بيني وبينه الدكتور فريد الختاني، رئيس المركز الإسلامي في فيينا. فالتفت إلى فريد لما شفت الرجل منفعل وحمر وكذا، قلت له: فريد. قال: نعم. قلت: قل له ماذا يقول بعد أن رأى هذا. قال لنا: استمعوا إلي، إن كنت أحترم عقلي يجب أن أشهد أن محمدا يتلقى هذا الوحي من الله وأنه رسول الله.